رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي أرضاك الرحمن، يا لي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم إن شاء الله نتكلم على واحد ظاهرة أيضا موجودة في المجتمع ديالنا وتظهر خصوصا في أيام رمضان، هي الظاهرة ديال الصوم بلا صلاة، ديال واحد الفئة من شبابنا وشاباتنا تاركون للصلاة، ما كيكونوش كيصليو سائر الأيام طيلة العام، ولكن لما يأتي رمضان فالله تعالى كيهديهم للصيام، كيشوفوا أجواء رمضان وأجواء التوبة وأجواء الإنابة إلى الله، فيشعرون بشيء من حرج، كيبداو يحسوا بواحد النوع من الحرج، واش الصيام ديالهم مقبول أو لا ماشي مقبول، فيتساءلون. وفي الحقيقة العلماء في هذا الموضوع مختلفون، كاين من العلماء من يرى أنه لا صحة لصوم تارك الصلاة، وكيستدلوا بشي أحاديث، منها مثلا حديث حريث بن قبيصة رضي الله عنه، وهو في سنن أبي داود، ورواه الترمذي أيضا في المسند، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فأول عمل يحاسب عليه الإنسان في امتحان الآخرة، أول مادة في امتحان الآخرة هي مادة الصلاة، يعني أن اللي ما نجحش في مادة الصلاة يعني أمره صعب في الحساب. أيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أيضا، حديث بريدة الذي رواه البخاري، من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر غير صلاة العصر بوحدها، إذا تركها ما صلى شيء حبط عمله، فكيف إذا كان تاركا للصلوات كلها. ولكن أيضا كان واحد الفريق من العلماء يرون أن الصلاة عمل وأن الصوم عمل، وأنه ليس من شروط صحة الصوم الصلاة، أن الإنسان يمكن له يكون ما كيصليش وصيامه مقبول عند بعض العلماء. ولكن على كل حال اش غنقولوا لهذه الفئة من الناس؟ ما غاديش نقولوا لهم أن صيامكم باطل، أنكم طالما أنكم لا تصلون فدعوا الصوم أيضا، ماشي هذه هي الحكمة وماشي هذا هو الفقه. ولكن نقول لهم واحد المجموعة من الأمور، منها مثلا أن الصلاة أعلى من الصوم في المنزلة وفي المرتبة في دين الله عز وجل. ولذلك أنا السؤال اليوم، كيف تلتزمون الأدنى وتدعون الأعلى؟ يعني المفروض إذا كان الصلاة أعلى منزلة وأعلى مرتبة أن التزام الصلاة هو من باب أولى، ولكن ماشي خلي الصيام تبقى حتى يصلي وبعدها، لكن يعني إن شاء الله يلتزمون الصلاة والصوم في أن واحد بإذن الله عز وجل. واحد المسألة أخرى هو نقول لهاد الناس أيضا أنه بحمد الله رمضان كتكون فيه أجواء الصيام وأجواء الصلاة وأجواء التوبة مهيئة، فالحمد لله هذا الموسم يستغل في هذا الأمر فيتوبون إلى الله ويبدأوا الصلاة ويبدأوا يعني ويزوجون بين الصلاة وبين الصيام، وعسى إن شاء الله أن يكون ذلك بإذن الله، إن شاء الله تعالى يكون هذا أحرى أن تقبل أعمالهم. ايضا نطرح عليهم ايضا واحد الامر اخر، هو انه كيف يعقل ان الانسان يصوم الصوم ويصبر على العطش ويصبر على الجوع ويصبر على المفطرات، ومن بعد غادي يبقى الصيام ديالو في دائره الشك، واش يقبل واش هو صحيح ولا ما صحيحش، هل يقبل ام لا يقبل. على كل حال مساله القبول هي هذه بيد الله، ولكن المفروض ان نوفر لصومنا
الضمانات، إن شاء الله ضمانات القبول، ضمانات القبول. فيا أيها الإخوة والأخوات اللي عندهم هذه المشكلة هذه، يعني أسأل الله تعالى في هذا الشهر المبارك الكريم أن يوفقنا جميعا وأن يوفقكم لحسن الصيام ولحسن الصلاة. فالله يجزيكم بخير، هذه دعوة لكم جميعا إلى الإقبال على الصلوات مثل ما تقبلون على الصيام. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.